السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان الأخوات، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم 3/5/2023، كما كتعرفوا التركيز ديال القناة ديال مشاريع أكادير هو على المشاريع الملكية ديال برنامج التنمية الحضرية 2020-2024، والتركيز كما كتشوفوا على ثلاثة المحاور الرئيسية كما كتعرفوا، اللي هي طريق السريع الحضري، لافوا اكسبريس اوربان، لافوا دو كونتورنمو نور اس اللي هو الطريق المداري الشمالي الشرقي، والبي اش ان اس اللي هما البيس او نيفو دو سيرفيس اللي هما الحافلات العالية الجودة. اليوم الخوت هذا الفيديو هذا كنديرو من وسط طريق السريع الحضري، والتوقيت بالضبط هو 11:50. بغينا عافاك الاراء ديالكم على الطريق السريع الحضري، شنو هما المسائل اللي ضروري انكم بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش الطريق السريع الحضري. الطريق السريع الحضري كيبدا من المطار ديال المسيره، كيقولوا هو مطار دولي، هو راه ماشي دولي، هو راه مطار ماشي مطار، وكيسالي في ميناء أكادير. إذن هذا الطريق السريع الحضري الطول ديالو هو 20 كيلومتر. بالنسبة لهذا الطريق هذا فيه مجموعة من المدارات، حنا دابا كاينين في المدارة ديال اش كيقول لها ديال لي زاميكا، وكاين فيه مجموعة من المدارات. بغينا عافاكم شنو هما المطالب ديال الساكنة ديال مدينة أكادير بالنسبة لهذا الطريق السريع الحضري، واش حسب الشركة اللي كانت ديال الدراسات اللي هي ترونزيتك اللي كتقول بأن هذا الطريق السريع الحضري لا يحتاج إلى ممرات تحت أرضية، واش فعلا صحيحة هذه القضية ولا لا، وفين خاص يكونوا دوك الممرات تحت أرضية، أش من بلايص. أنا كيبان ليا ممرات تحت أرضية خاصهم يكونوا في جميع المدارات، ابتداء من المدارة ديال المرسى مرورا على المدارة الثانية اللي كاينة حدا أكادير وفلا، المدارة الثالثة هي ديال مستشفى الحسن الثاني، المدارة الرابعة هي ديال شارع الجيش الملكي وانت غادي. إذا ديك الشركة ديال ترونزيتيك اللي هي شركة سويسرية دارت الدراسة وقالت لنا بأن الطريق السريع الحضري يكفيه ممران تحت أرضيان، في حين أننا حنا اللي هما الساكنة ديال مدينة أكادير اللي خاص تكون عندنا الكلمة الأخيرة. حنا ما غاديش نتسناو واحد مكتب دراسات اللي رغم الخبرة ديالو ولكن ما عارفش الواقع ديال مدينة أكادير، أن مدينة أكادير هي مدينة اللي هي سياحية، مدينة أكادير اللي كتعرفوا حتى وفود كبير ديال السياح على طول السنة وخصوصا خلال فصل الصيف. إذا بحال دابا هذا الممر تحت أرضي، واش ما عندوش الجدوى؟ بالعكس عندو الجدوى، لأنه عطى السكان ديال مدينة أكادير القابلية أنهم يتحركوا بسلاسة في هذا المقطع الطرقي. في حين أنه في المدارات اللي ما فيهاش ممر تحت أرضي راه كتكون صعوبة، وكيكون الانسيابية كتحبس خصوصا في أوقات الذروة، وحنا دابا راه ماشي في الصيف، حنا دابا غير في الموا يدوز، أما في الصيف راه العدد ديال السيارات راه كيتضاعف إلا ما كيوليش في الطروة. علاش؟ حنا دابا بالنسبة للسياحة راه السياحة ديال أكادير راه سياحة داخلية وسياحة خارجية. في الصيف كتكون بزاف سياحة داخلية، كيجيو الناس ديال مراكش، الناس ديال كازا، الناس ديال الرباط، المهم غالبية ديال السياحة كتكون داخلية، والناس اللي كيجيو راه كيجيو بالسيارات ديالهم الخاصة، وفاش كيستعملوا السيارات ديالهم الخاصة راه خاص تكون الانسيابية، ما يكونش داك التأثر. خصوصا ان هاد الطريق هادي كما كتعرفوا راه دا تشوفوا نتوما دابا راه كيكونوا فيها عدد كبير من الشاحنات ديال الحمولة الثقيلة، وهاد الشاحنات هادو راه عندهم واحد
واحد السرعه اللي ما خصهمش يفوتوها. دابا الخوت غاديين في الاتجاه ديال الاشغال الخاصه. اذا هذا هو داك ديك المداره تاع ديال هذه المداره هذه راه كتستحق ان يكون فيها سميتو يكون فيها الممر تحت الارض. انا دابا راه كنتجه ل ديك البلاصه اللي فيها الاشغال ديال محيط ملعب اكادير كبير. نتمنوا اننا نلقاو الاشغال تما. كنشكروا المتتبعين والمتتبعات الاوفياء والوفيات اللي متعلقين في القناه كمصدر للمعلومه، وبالفضل ديال الدعم ديالكم والمسانده ديالكم القناه راه غاديه في الطريق الصحيح. اللي كنبغي ناكد لكم هو ان راه كاين تغير في مدينة اكادير، بحكم انني في هذه القناة هذه تقريبا راه جاي العامين وانا كنتبع الاشغال. غير هو راه كاين مجموعة من المشاكل، مجموعة من المسائل اللي خاصها تقاد، ولكن ان شاء الله راه الريزولتا راه بدات كتبان باش نكونوا صراحه. غير لفت ان دابا عندنا الطريق المداري راه ما سهلش، راه ما كانش عندنا شي حاجه سميتها الطريق المداري. ها وحده البي اش ان اس باقي لي تقريبا واحد يوناني ولا يوناني ادمي ماشي يبدا. كاين اش كيقول لي كاين سيدي تيران دابا غادي كاد المحيط ديالو. مجموعه من المشاريع اللي غادي تقاد ان شاء الله. الطريق هادي الخوت مازال ما عرفت هذا المدخل هذا راه مازال ما عرفت واش غادي تقادو مجازين ولا غادي يعطيو شي شركه اخرى، لان نورمالمون هنا حتى هذا خصو يكون مدخل ضروري ما يكون مدخل هذا. علاش؟ لان ها هو همو جازين فين حبسات هنا في هاد لابارتي هادي فاش حبسات ما كتشوفو معايا حبسات من المدخل ديال المحيط عطاو حتى لهاد لابارتي هادي، لأن المارشي كيكون داكشي بلينور كيقول ليهم حبسي هنا راه خصهم يحبسو هنا. هذا الخوت الا بغيت تعرف شنو هو هذا الكارتينغ، الكارتينغ هي رياضة ميكانيكية، الكارتينغ اسميتو، كاين الهوات ديال الكارتينغ، وهنا كاينة هنا نيتشي أكاديمية ديال كرة القدم ديال اللاعب السابق مصطفى حجي، ولكن ما عرفتش فين دايرينها. المهم هادي هنا كاينة أكاديمية ديال كرة القدم، أكاديمية ديال اللاعب السابق مصطفى حجي. مصطفى حجي بالنسبة للجيل ديالنا راه كيعرفو مزيان، لأنه هو صاحب الهدف ديال ضربة مقص اللي مشهورة ضد المنتخب المصري، ولكن المنتخب المصري هو اللي دا ديك لاكوب دافريك ديال 98. احنا دابا الخوت قربنا للأشغال قريبة الجو تبارك الله راه يا سلام شفتو الجو صوروا لكم في وصلة القضية. محيط ملعب أكادير يلا
10 دقائق كاملات باش نصوروا لكم محيط ملعب أكادير.